السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أهلا بكم. موضوع النهاردة جالنا في بعض الأسئلة، في بعض التعليقات: أنت بتشيل الزغاليل من تحت أمهاتها أو من تحت أهاليهم في عمر كام، وبتذبحهم في عمر كام يوم؟ الموضوع هنا بيختلف، زغاليل الذبيح غير زغاليل التربية. وهنقول لحضراتكم على الطبيعة دلوقتي ونوري حضراتكم. ده عمر حوالي 28 يوم حضراتكم، او يمكن اقل شوية، يمكن لسه اقل، يمكن 26 28 يوم في الحدود دي. هما التلات زغاليل دول مش اخوات حضراتكم، اهو لسه الريش ما اكتملش. في ناس بتحب تاكل الزغاليل في الحجم ده وفي العمر ده، وهقول لحضراتكم ايه ميزه العمر ده وايه اللي اكبر منه. ميزه العمر ده ان دي زغاليل حضراتكم تنفع للشوي وللتحمير، ففيها دهون بزياده، الدهون اللي فيها بتخليها في الشوي تتحمل الشوي وتكون سايحه كده وطعمها جميل. ده حضراتكم عمر اكبر، ده عمر حوالي شهر ونص، ده حوالي شهر ونص. هو طبعا عايز يطير، ده زغلول، لكن هو اهو بدأ اكتمل ريشه من تحت البطا اهو، تحت جناحه. ده انا بفضل، ده بالنسبة لي انا بفضل ده العمر شهر ونص ده في الذبح، بيكون ناشف شوية، اقل في الدهون شوية، ويكون يتحمل السوى، يعني يتحمل النار اهو. اللي زي ده عمر حوالي شهر ونص. في ناس بتفضل الحمام الكبير اللي هما بيشتروه من عند تجار الفراخ، بيكون حمام كبير اكبر من كده في العمر، لكن انا ما بفضلوش لان هو ما بيستويش، فهو عايز حل الضغط. كل اللي قلناه حضراتكم قبل كده ده كان بالنسبة لحمام الذبيح وزغاليل الذبيح، لكن لو هنربي الحمام، لو حضرتك بتربي الحمام زي سايب زي كده مقفول عليه في اوضه مقفوله زي كده، ما بطيرش الحمام، يبقى وانت هتربي الزغاليل تشتريها ما يقلش عن عمر شهر ونص عشان تكون بتلقط وبتاكل. اما لو انت بتطير فانت محتاجها ان هي تكون في العمر الصغير ده اللي هوري لحضراتكم اللي لسه ما طارتش. لو حضرتك هتطير، هتربي عشان تطير، يبقى تجيبه في العمر ده، ده زغلول لسه ما طارش ومكمل اهو، لسه واقف على ايدي اهو، مش عارف يطير اهو، لسه تشتري زي كده. ده ممكن يلقط ياكل لوحده وما يطرش منك، لو طار مش هيرجع تاني، فيتعود على المكان عند حضرتك وتعود على المكان يطير ويرجع تاني. هو اللي زي ده اما لو حضرتك الزغاليل طلع عندك وعايز تربي تربية جديدة من الزغاليل، تكون بيها قطيع شباب جديد بدل حمامك القديم اللي كبر، علشان تجدد الحمام بتاعك او تزود العدد اللي عندك علشان تزود الانتاج، يبقى ممكن تسيب اللي يطلع زي ما حضراتكم شايفين. انا ممكن تختار اللي تسيبه ده اهو عشان تختاره يكبر عندك ويطلع في وسط حمامك، فما فيش فيها مشكلة، او تجمع الزغاليل اللي يطلع عندك في مكان واحد زي ما حضراتكم هوري لحضراتكم دلوقتي. انا حابس بعض الزغاليل في مكان تاني. ده حضراتكم اللي انا بسيبه، المكان اللي انا بسيب فيه البوكسة ديت، انا بسيب فيها اللي انا محتاج اربيه عشان اجدد السلالة، او احتاج نتاية، احتاج ذكر اخد من الحمام اللي انا هبسه ده. دول فيهم زغاليل يعني من عمر شهر ونص لشهرين، ده ذكر كبير اللي باين في الصورة الابيض ده، ده زيادة عندي فانا سايبه معاه، لكن هو ده
اللي انا بعمله عشان اجدد او ازود الانتاج. كده حضراتكم اكون جاوبت على بعض الاسئلة: عمر الذبح ازاي، وازاي تكون انت بتحبه، والحمام اللي انت هتربيه المناسب ايه، الزغاليل اللي تسيبها ازاي، وفي عمر كام. يا رب تكون استفدت من الفيديو، ولو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.